آه يعني ده زي مشوار امبارح كده؟ مشوار ايه؟ هو كوني فاهمة ان حوار الكاوتش اللي اتخرم والعربية والكلام ده كله يخيل علي، ممكن يخيل على يوسف على امي، لكن علي انا لا. وبعدين البواب شافك امبارح وانت راجع مع خالد بالليل. انا كنت احكي لك لما قابلك يا بابا، اصل انا نزلت لقيته واقف تحت وكان زعلان ومتزرزر وحزين من اللي حصل معاه، ركب معاه العربية وقعدنا نلفلف شوية، يعني كان بيحكي لي على مراته وعلى مشاكله مع مامته كده يعني. عشان كده اخترعتي موضوع الكاوتش اللي اتخرم ده؟ انت فاهم اللي فيها؟ اللي انا فاهمه ان انت كان قدامك فرصة انك تخلعي من الموضوع ده بشيك. والله العظيم كنت عايزة اعمل كده، بس غبية غبية، صعب عليا. ما هو صعبان عليا انا كمان، انا بحبه، انا اللي مربي الواد ده وبحبه زيه زي اخوكي، بس جوزك مخه صغير وممكن يعمل لنا مشكله. كان لازم تنتهز الفرصه دي وتنهي الموضوع ده. قلتها له وش، قلت له ان يوسف بيتضايق منه. كويس،